ماذا يأكل أهل غزة؟ ماذا يشربون؟ ماذا يتنفسون؟ أين ينامون؟ وهل ينامون؟ إذا لم يكن هذا هو طعم القهر، فماذا يكون إذن؟ رحلة قصيرة من مستشفى الشفاء إلى باحة المقابر الجماعية المجاورة قامت بها فتاة في 15 ربيعاً. وزارة الصحة في غزة أعلنت أنها استشهدت نتيجة سوء التغذية والجفاف، ما يرفع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف في القطاع المحاصر الصامد إلى 18 شهيداً منذ 7 أكتوبر. وها هي وكالات الأمم المتحدة تقول إن معدلات سوء التغذية بين الأطفال في شمال غزة مرتفعة جداً وأعلى بنحو 3 أمثال مما هو عليه الوضع في جنوبي القطاع. إذا كان لأمريكا ثلثاؤها الكبير، فها هو الجفاف الكبير يقبض على أنفاس غزة. فما يحدث في القطاع الصامد لا يستحضر مشاهد الحروب العالمية ومآسيها وحسب، إنما يتجاوزها. وها هو مسؤول أممي يؤكد أن حجم الدمار وشدته في غزة أسوأ بكثير مما حدث في حلب وماريوبول أو حتى دريسدن وروتردام في الحرب العالمية الثانية. فهل من يسمع الرجل عندما يقول إن الأزمة الحالية في غزة تصدم ضمير الإنسانية؟ أي ضمير هذا يصدم في ظل اكتظاظ أكثر من 1,000,000 شخص في رفح مفتقرين إلى المأوى الملائم وهم فريسة المجاعة والمرض؟ وكيف هو شكل هذه الصدمة بعدما أصبح الوصول إلى المساكن أو الوظائف أو الأماكن الدينية والجامعات والمستشفيات وكل ما يجعل السكن ملائماً مسوى بالأرض؟ وماذا يقول ضمير الإنسانية عن وجود 62 حزمة مساعدات من المواد الخاصة بحالات الولادة تنتظر السماح لها بالدخول عبر معبر رفح كما يقول صندوق الأمم المتحدة للسكان؟ لقمة مغمسة بالقهر قد نرضى بها على مضض، ولكن بالذل ولا عمري. هاي اللحمة إيه؟ قول أنا من دولة إسرائيل بدي أحط لك لحمة. غراسيا بيتار، الميادين.